السلام عليكم بالناس، نتمنى تكونوا بخير. مرحبا بكم في قناتي شيبات معها. اليوم ان شاء الله نحضروا واحد غريبية بالكاوكا والكوك، كتجي رائعه بزاف ومعلكه وهشيشه بزاف. هانتوما كتجي هشيشه بزاف، نتمنى تعجبكم. نخليكم على المقادير. كنحتاجوا 4 كيلو ديال الكاوكا يكون محمر ومزولين له القشره ديالو ومطحون بحال هيدا، وربع كيلو ديال الكوك، كاس ديال السكر، نصف كاس ديال الزبده مذابه، جوج معالق كبار ديال الكاكاو المر، ملعقه كبيره ديال الكونفيتور ديال المشمش، ربعة ديال البيضات يكونوا حارات المطبخ، ملعقه صغيره ديال خميره الحلوى. نبداو على بركه الله. اول حاجه كنعملو الكوك في البول، كنضيفو الكاوكاو، كنضيفو الكاكاو المر، كنضيفو كونفيتور، وكنضيفو الزبدة، كنبقاو نخلطو هاد المكونات تينسجمو لنا مع بعضهم. ودابا كنضيفو السكر، كنضيفو البيض، كنحاولو نجمعوها. دابا كتبقى لنا اخر حاجة كنعملو خميرة الحلويات، وكنجمعو العجينة ديالنا. خاصها تجينا العجينة مرخوفة ماشي قاصحة. كيف كتشوفو ملي جمعتها كتجيني على هاد الشكل هذا. دابا نبدا نكورها معاكم. وقبل ما نكوروها كنحتاجو الماء الزهر، واحد شوية ديال الماء الزهر، والسكر كلاصي يكون ممتاز. نبداو كناخد شوية ديال الماء الزهر، كندهنو في يدي وكناخدو شوية ديال العجينة وكنكوروها، كنعملوها في سكر كلاصي. بالنسبه للتفنيد كنفندوها كامله، يعني ماشي غير من الفوق ولا من تحت، كامله كندوزوها في السكر كلاصي، كنعمروها مزيان بحال هيدا، وكنوضعوها في اللاطه، دهنتها بشويه الزيت ورشيتها بشويه ديال الدقيق، كنعمروها كامله بسكر كلاصي، وكنخليو بيناتهم الفراغ هنايا باش ملي تفكع عندنا ما يتلصقوش مع بعضياتهم. كيف كتشوفو ملي كبرتهم كاملين، دابا نضغط عليهم بالاصبع ديالي بحال هيدا من الوسط، وندخلهم الفران يكون سخون على درجه حراره 180، ونطلعوهم غير الفوق يتفقعوا، من بعد نهبطوهم لتحت. كيف كتشوفوا البنات ملي خرجتها من الفران كتجينا بحال هيدا، هانتوما كيف كتشوفوا مفقعه ومزيونه بزاف. كيف كتشوفوا البنات الحلوه ديالنا كتصبح واجده على الشكل هذا، هانتوما شوفوا كيف كتجي، كتجي هشيشة بزاف ومعلقة. هانتوما كتجي مزيونة بزاف، نتمنى تعجبكم وتجربوها. وإذا عجبكم هاد الفيديو نتمنى تبارطاجيوه مع الأصدقاء ديالكم. نتلاقاو مع فيديو جديد إن شاء الله، ما تنساونيش من بارطاج ومن لايك.